ده الجناح، ده عمود، ده عمود. تمام. هو عنده الحمد زوينين، ده عمود. اللي بغى يجي عنده يجي حدا عمود. السلام عليكم. السلام عليكم مرة أخرى في قناة الحياة مع سميرة. اليوم غادي نديرو شوربة، شوربة ديال مدينة وجدة اللي كنديروها هكا. غادي نحتاجو الحمص، إما فخيط الدجاج ولا اللحم البكري ولا الغلمي ولا أي حاجة، ولا الداند اللي عندو أي حاجة يديرها. عشق ديال السمن. هنايا رانا مخلطة القزبر بزاف، شوية ديال المعدنوس، وواحد عريق ديال الكرافس، شوية ديال الكرافس. هنا عندنا البصلة، مطيشة، التوابل عندنا الملح، خرقوم، البزار، سكينجبير، وعندنا ثلاثة ديال حبة الهيل. حبة الهيل ما عرفتش كيف يقولها سميتها، ما عرفت سميتها، ممكن اللي يقول ما عرفت واش حب، يمكن المهم باش ما نقول لكم، المهم حبه الهيل راه معروفه. اول حاجه غنديروا الحمص، حمص نزيدوا عليه مطيشه، نزيدوا البصيله، هاد السمينة، وهاد القزبر والمعدنوس والكرافس، القزبر اللي بزاف، هاد الخيطات هما اللي عندي دابا. هي بالدجاج كتجي زوينة. وهنا التوابل اللي قلتلكم، الملح والخرقوم، البزار منقطروش، سكينجبير، وحبة الهيل، غير ثلاثة د حبة الهيل. غادي نحتاجو كيطيب غادي نحتاجو الشعريه مويان، ونحتاجو للنعناع العبدي. حنا في وجده نقولو له النعناع الحر، ولكن هذا حتى الطيب، حتى كاع طيب الشعريه، مر كيطيب الدجاج والحمص وهذا، نزيدو الشعريه منين طيب حتى نطفو عليها ونديرو النعناع حسب الرغبه، اللي ما بغاش ما يدير، ولكن هو اللي كيزينها. دوك نديرو الماء، نديرو الماء،
صافي نغطيو نغطيو ونحطوه ونرجع معاكم. دوك نديرو هادي غرفية ديال الشعرية، غرفية ديال البكية. معايا ندوزو اون ميم طون نشوفو هدا فين وصل. هدا والكفيفة هادي بعد ما طابت كنزيدو لها جوج عويشقه من النعناع العبدي الحر، حنا نقولو النعناع الحر والعبدي، ونطفيو عليها صافي صافي ونقدموها بصحة وراحة. ركو معايا هيا بعد ما طابت هادي الشعرية نتاعنا جات لذيذة غير جربوها مغديش تندمو. وبصحة وراحة، إلا عجبتكم هاد جربوها وردوا عليا، وشكرا على حسن المتابعة. هدا خبيز درتو ب بان كومبلي في الدار، شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.